بمجرة أمست سماء المجد فخرا تأتلي، ونجومها قد رصعت وجه الريادة في نساق. بمجرة أمست سماء المجد فخرا تأتلي، ونجومها قد رصعت وجه الريادة في نساق. بمواهب من كل فن يتبارك من خلق، بمواهب من كل فن يتبارك من خلق. شعر وإبداع يفيض كأنما النور بثا في سماء المجد. المجرة المجرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موسى عليه السلام في ذلك الامتحان العسير أرادت أمه أن تطمئن، فطلبت من أخته أن تقص خبره وأن تقص أثره وأن تبحث عن موسى عليه السلام لتأتي لأمها بخبر، فهي قالت لأخته. وكذلك موسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك، إنه لا غنى لك أبدا عن دفء الأخوة حتى لو كان العبد في مرحلة النبوة. هذا الدفء العظيم والجليل، ارجع إلى هذا الدفء واستحضر ما كان ليوسف عليه السلام في البدء، ثم نعمة الختام واجتماعه بإخوته. يوسف عليه السلام بلغ شأنا عظيما ومحبة كبيرة في قلب والده، وهذا مما يعني أثار حفيظة إخوانه، فأرادوا أذيته فأخذوه يلعب معهم بزعمهم ثم وضعوه في البئر. هذا الأذى الذي تعرض له يوسف عليه السلام من القريب كان متعبا له، أتعبه القريب وآواه الغريب، لأن عناية الله عز وجل إذا نالتك وجاءتك لا تدري أتكون عن طريق قريب أم غريب أم بعيد أم من لا ينأى أو لا تراه إلا نائية. إذن يوسف عليه السلام هنا يعني تعب من جهة إخوته قبل أن يصححوا مسار أيامهم ومسار حياتهم، وطلبوا من والدهم أن يستغفر لهم. هذه التوبة وهذا الرجوع إحساس منهم وشعور أنه لا يمكن للعبد أبدا أن يعيش بعيدا عن نعمة الأخوة. إنك حين ترزق بإخوة وأخوات اعلم أن الله عز وجل قد حباك وأعطاك من هذه النعمة الكبيرة، فأن تكون يعني مؤنسا لإخوانك، مبتسما إليهم، قاضيا لحاجاتهم لنعمة كبيرة. الإمام ابن حجر لما ماتت أمه رحمها الله آوته أخته كانت ترعى ابن حجر الإمام الكبير صاحب فتح الباري ابن حجر العسقلاني، فكان يقول عنها: وهي أمي بعد أمي. انظر إلى هذا الرقي وهذه الكلمة الجميلة، فأختك ممن تأنس بها ويأنس قلبك بها، وهي من نعم الله عز وجل في هذه الحياة، بل إن من جماليات هذه الحياة الأخوات في البيت، الإخوة والأخوات. نعمة الأخوات أقصدها تحديدا عليك أن ترعاها وأن تحمد الله عليها كثيرا، لأن أمك طالما أوصتك خيرا بإخوانك وأخواتك، فإذا كانت الأم قد رحلت عن هذه الحياة إياك أن تضيع وصية أمك، وإياك أن تضيع ما كانت تحب أمك، فإن حب ما يحب الحبيب من علامة حب الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجرة أمست سماء المجد فخرا تأتلي.
المجرة ونجومها قد رصعت وجه الريادة في نسق لمجرة أمست سماء المجد فخرا تأتلق.